مساحيق الطحن الخشنة تتكون من عدة أنواع وأحجام معينة، تبدأ من السيليكون كاربايد، ومن ثم الأنعم منها هي الوايت ألومنيوم أوكسايد، ومن ثم من بعدها سيريوم أوكسايد المستخدم في عملية الصقل والتلميع. أحجام هذه الحبيبات تبدأ من حجم سيليكون كاربايد، حجم 60، 80، 120، 220، 320. ثم حبيبات الناعمة للوايت ألومنيوم أوكسايد تبدأ من 25 مايكرون، 15 مايكرون، 9 مايكرون، ومن ثم 5 مايكرون. أما بالنسبة لمادة أو مسحوق الصقل أو سيريوم أوكسايد فهو يستعمل في عمليات الصقل أو التلميع النهائية. كل هذه المواد يتم مزجها مع الماء لمنع تطاير ذرات أو غبار الزجاج المصقول، لأن ذلك الغبار خطير جدا على صحة الإنسان إذا تم استنشاقه، ممكن أن يسبب أمراض رئوية مزمنة صعب علاجها. أما بالنسبة لأدوات الجرش أو طحن سطح المرآة فهنالك أداتان رئيسيتان يجب صنعهما. الأداة الأولى هي أداة الطحن أو الجرش الخشن، حيث تستعمل مع مادة السيليكون كاربايد وأيضا مع مادة وايت ألومنيوم أوكسايد. أما عندما نقوم بالوصول إلى السيريوم أوكسايد وهي مادة التلميع فإننا يجب علينا صناعة أداة تلميع ثانية. صناعة أداة طحن أو الجرش يتم بوضع الصفيحة الزجاجية الخام التي نريد أن نصنع منها المرآة على سطح مستوي، ومن ثم نقوم بصناعة سد من لاصق ورقي حول المرآة يرتفع بارتفاع 2 إنش، ثم نقوم بترتيب صفائح من السيراميك، ثم نقوم بصب مادة بلاستر الأسنان المستخدمة عند أطباء الأسنان بسمك إنش فوق سطح المرآة، بعد طلاء سطح المرآة بصابون أو بوضع الورق غير القابل للالتصاق فوق سطح المرآة، وذلك لمنع التصاق البلاستر المصبوب على سطح المرآة. ثم نقوم بترك هذا البلاستر ليجف، ثم نزيل الورق عن حافة المرآة ونقوم بإزالة البلاستر والذي سوف يجف على شكل قرص صلب، قطع من السيراميك المربعة على سطح البلاستر الصلب، حيث تقوم هذه القطع بعملية جرش سطح المرآة. بعد أن قمنا بصناعة قرص الصقل أو الجرش نضع هذا القرص على سطح مستوي، ثم نقوم برش مادة السيليكون كاربايد على سطح مادة الصقل ورشها بالماء، ثم نقوم بوضع الزجاج المراد صقله على شكل مرآة مقعرة فوق أداة الصقل، ثم نقوم بتحريكها ذهابا وإيابا. في بداية الأمر نقوم بوضع منتصف القرص الزجاجي على حافة أداة الصقل، ونقوم بتحريك هذا السطح ذهابا وإيابا بضربات محددة تسمى بكوردال ستروك. إن مقدار طول كل ضربة هو مقدار معين، يجب على الهاوي معرفة مقداره بقراءة الرابط الذي سوف أقوم بإلحاقه أدناه لعمليات صقل الخشن. يقوم الهاوي بالتحرك حول المرآة مع عقارب الساعة، وفي نفس الوقت يقوم بلف أو إدارة المرآة بالاتجاه المعاكس، وذلك لمنع حدوث خدوش في سطح المرآة من عملية الصقل بصورة منتظمة من جانب واحد. إن عملية الجرش لسطح المرآة هي عملية مرهقة سوف تتطلب عدة ساعات، الغرض منها هو عملية صقل أو حفر المرآة للحصول على سطح مقعر يمتد من منتصف المرآة إلى جوانب المرآة. تدريجيا يقوم الهاوي بإدخال سطح الزجاجي المراد صقله إلى سطح كروي من جانب أداة الصقل إلى منتصف أداة الصقل، لحين وصول التقعر المحفور في سطح الزجاجة من منتصفها إلى جوانبها بصورة كاملة. هذا الأمر سوف يتطلب عدة ساعات. كل فترة معينة مثلا كل 20 دقيقة يجب على الهاوي غسل سطح المرآة وأيضا غسل سطح أداة الصقل بالماء، وذلك لإزالة كل الشوائب الناتجة من الجرش لسطح المرآة. بعد الانتهاء من عملية جرش أو صقل المرآة باستخدام الكوردال ستروك الذي يبتدئ بوضع السطح الزجاجي على أداة الصقل عند الحافة، وثم تحرك بصورة تدريجية مع مرور الوقت إلى منتصف سطح أداة الصقل، وعندما يكون السطح المحفور على المرآة قد امتد بصورة كاملة من منتصف السطح الزجاجي إلى حوافه فإننا قد قمنا باستخدام مادة السيليكون كاربايد بحجم 80 أو 60 لحين الحصول على سطح كامل محفور للمرآة. ثم نقوم بالانتقال إلى الدرجة الثانية من السيليكون كاربايد وهي 120 باستخدام النورمال ستروك، حيث يتم وضع المرآة على منتصف سطح أداة الصقل وتحريكها ذهابا وإيابا بمقدار معين سوف يتم ذكره أدناه في شرح عملية الصقل بالطريقة الاعتيادية. سوف نقوم باستخدام كل درجة من درجات ذرات الصقل الخشن. عند القيام بالتغيير من ذرات الصقل الخشنة إلى الأنعام يجب على الشخص أن يكون قد نظف المرآة بصورة جيدة وأداة الصقل من كل الذرات الصقل الخشنة، وذلك لتفادي حدوث الخدوش عند الانتقال من الذرات الخشنة إلى الذرات الأنعام، وذلك يتضمن أيضا أن يقوم الهاوي بغسل يديه وملابسه أو تغييرها أو تغيير مكان الصقل بصورة كاملة لتفادي الحصول على ذرات كبيرة قد تؤدي إلى تخديش سطح المرآة. عند الوصول إلى حجم 320 سوف نقوم بتغيير إلى ذرات الصقل الناعمة والتي هي بحجم 25 تدرجا إلى حجم 5 مايكرون، وسوف نقوم باستخدام نفس طريقة الصقل الاعتيادي المذكورة أعلاه. عندما ننهي عملية الصقل الخشن والناعم باستخدام الأداة التي قمنا بصناعتها وطرائق الصقل الكوردل أو الوتري ومن ثم طريقة النورمال ستروك أو الطريقة الاعتيادية للصقل، يجب علينا التدرج إلى مادة السيريوم أوكسايد. طبعا كما قلنا سابقا في العمليات الصقل الخشن قمنا باستخدام السيليكون كاربايد ومن ثم تدرجنا إلى الصقل الخشن إلى الصقل الناعم باستخدام ألومنيوم أوكسايد، ولكن عندما نقوم بإنهاء عملية صقل الناعم باستخدام الألومنيوم أوكسايد بحجم 5 مايكرون يجب علينا الانتقال إلى عملية التلميع ذلك باستخدام السيريوم أوكسايد، ولكن يجب علينا الآن القيام بصناعة أداة تلميع وهي تختلف عن أداة الصقل. يتم صناعة أداة التلميع بوضع السطح الذي قمنا بصقله للزجاجة على شكل مقعر على سطح مستوي، ومن ثم نقوم بصناعة سد من اللاصق الورقي حول حوافي المرآة، ثم نقوم بصب البلاستر المستعمل في عيادات الأسنان بسمك إنش وتركه ليجف. يجب علينا قبل عملية الصب طلاء سطح المرآة بالصابون أو وضع الورق المضاد للمياه لمنع التصاق البلاستر على سطح المرآة. بعد أن تركناه ليجف نقوم بإزالة البلاستر المتكون على شكل قرص وقلبه على ظهره، وثم نقوم باستخدام مادة البيتش. مادة البيتش بالعربية هي مادة القير، حيث تتم استخدام أنواع معينة من القير التي تتمتع بكثافة وصلابة معينة، حيث يتم تسخين مادة القير لمدة عدة ساعات، ولكن يجب تجنب إيصال درجة حرارتها إلى درجة حرارة عالية وذلك لأنه سوف يفسد مادة القير. يجب أن تكون بصورة حارة ودافئة وسائلة. بعد أن تسخن مادة القير إلى درجة ممكن صبها نقوم بقرص التلميع المصنوع من البلاستر بوضعه على ظهره ومن ثم إحاطة جوانبه باللاصق الورقي، ثم نقوم بصب مادة القير على سطح أداة التلميع بسمك تقريبا نصف إنش ومن ثم تركه ليبرد، ولكن يجب أن لا نتركه ليبرد بصورة كاملة. قبل أن يبرد بصورة كاملة نقوم بإزالة الحاجز الورقي ومن ثم نقوم بصناعة أخاديد في هذا السطح القيري الدافئ باستخدام عصا خشبية. هذه الأخاديد سوف تساعدنا على عملية الصقل باستخدام السيريوم أوكسايد. بعد صناعة الأخاديد مباشرة نقوم برش مادة السيريوم أوكسايد على سطح المرآة وقلب، وذلك ليتم التحام سطح القير مع سطح المرآة لكي يتخذ القير شكل المرآة بصورة دقيقة. ممكن أيضا وضع ثقل فوق أداة التلميع وذلك للمساعدة على التحام سطح المرآة مع سطح القير، ولكن بدون أن يلتصقا. يجب عدم ترك سطحان ليلتصقا، وذلك يجب مراقبة سطح المرآة والتأكد من عدم جفاف السيريوم أوكسايد. بعد هذه العملية نقوم باستخدام السيريوم أوكسايد برشه على سطح المرآة وثم نقوم بتحريك أداة التلميع. أن الضربة المستخدمة في عملية التلميع هي النورمال ستروك وهي نفس الطريقة التي استعملناها في عملية الصقل الناعم. يجب علينا الاختبار لسطح المصقول للتأكد إذا كنا قد وصلنا إلى سطح المصقول النهائي بوضع المرآة على سطح مستوي وفي غرفة مظلمة، ثم مراقبة مصباح على زاوية 30 درجة من سطح المرآة وملاحظة تساوي الصقل على سطح المرآة كل مناطق المرآة حيث يجب علينا رؤية انعكاس المصباح من سطح المرآة بزاوية 30 درجة بصورة جيدة لكل سطح المرآة، وعند ذلك نعرف أن سطح المرآة قد تم صقله وتلميعه بصورة جيدة. يجب علينا التأكد من أن العمق المطلوب للمرآة هو العمق الذي نريده، وذلك باستعمال السفيرومتر، حيث نتأكد من أن عمق المرآة في كل الأجزاء المرآة هو العمق المطلوب الذي نريده للحصول على البعد البؤري المطلوب. إذا كان العمق أقل من ذلك يجب علينا استكمال عملية الصقل في منتصف المرآة وصولا إلى جوانبها للحصول على ذلك العمق المطلوب. أما إذا كان العمق أكثر من هذا الرقم المطلوب فيجب علينا قلب أداة الصقل حتى تكون المرآة عند الأسفل وأداة الصقل عند الأعلى، ونركز على حوافي المرآة للتقليل من عمق المرآة. أما عندما يكون هدفنا القيام بزيادة من عمق سطح المرآة فإننا نقوم بوضع المرآة أعلى أداة الصقل والتركيز على منتصف المرآة في الصقل.